استاذ سيد من القاهره يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سيد. الله يخليك يا عم الشيخ، اخبار حضرتك؟ فضل ونعمه الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. الله يرضى عنك. معلش بس النبي يا شيخ، بس حضرتك بالنسبه لصلاه الفجر ما بصلاش في وقتها. ليه بقى؟ لان انا بخلص شغل كده على الساعه 2 2 ونص، فبروح انام بقى اقوم على الساعه 10 كده. طيب يعني انت شغلك بينتهي الساعه 2؟ بص يا حاج سيد، ما دام روحت البيت وحاولت ان انت حاولت تتخذ من الاسباب ان انت تصلي فما قدرتش وصحيت متاخر فصليت الفجر اول ما تصحى، ليس عليك اثم. انا اول ما بصحى بصلي ضحى. ويا حاج سيد اوعى تسمع كلام الناس اللي بيقولوا لك ايه، لو شغلانتك دي هي الشغلانه الوحيده اللي بتاكل منها عيش، اوعى تسمع كلام الناس اللي تقول لك ايه، طب غير شغلانتك وروح اشتغل شغلانه تانية عشان تقدر تصلي الفجر. انت ما عملتش حاجه اسم، انت دلوقتي عملت ايه؟ تمام اشتغلت. اه انت عملت سنه رسول الله بالظبط، اشتغلت فشغلك رجعت من شغلك حاولت تصلي، فايه اللي حاصل؟ غلبك النوم فجالك حضره النبي وقال لك ايه؟ من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يبقى انت خلاص تقوم تصلي الفجر وان شاء الله ليس عليك اسم اذا كنت انت اخذت كل الاسباب اللي انت بيها تصلي الفجر ان شاء الله. وما تخليش حد يوسوسك يا حاج سيد،